مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مدونة الهيدروجين الأخضر أثناء الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، ويضع بذلك إطارا قانونيا وتنظيميا يقوي الشفافية ويدفع للاستثمار في القطاع بحسب بيان مجلس الوزراء. ويهدف مشروع قانون مدونة الهيدروجين الأخضر لتنظيم الأنشطة الصناعية المختلفة في المنبع والناتج الخام والمكررة في عملية الاستخراج، تعزيزا لثقة المستثمرين الدوليين الذين يبدون اهتماما متزايدا بتطوير واستغلال المشاريع في هذا المجال. فيما يخص المشروع القانون الأول، كما تعلمون يتعلق بالهيدروجين الأخضر، بلادنا تمتلك بدون شك إمكانات كبيرة في مجال الطاقات المستجدة، بالإضافة إلى مساحات شاسعة معتبرة قادرة لاستقبال منشآت كبيرة وأنشطة اقتصادية خاصة من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. كذا يمنح موقعنا الجغرافي الموريتاني قربها من الأسواق العالمية الكبرى وإطلالها على المحيط الأطلسي، خاصة الأسواق العالمية في أوروبا وأمريكا، هذا يمنحهم ميزة اقتصادية خاصة من أجل تصدير المواد بصفة عامة والهيدروجين الأخضر بصفة خاصة. يأتي المشروع بحسب بيان مجلس الوزراء داعما لأهداف من استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة 2022-2023، والرؤية المعدنية الإفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2030، فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية. ويضع المشروع المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء تدابير لضمان تلبية ضرورات التنمية من خلال أدوات جديدة تعتمد أساساً على تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي توفر سلعا وخدمات عالية الجودة، كما تقوم بتطوير الدراية والخبرة على المستوى المحلي. هذا وناقش مجلس الوزراء الموريتاني العام الماضي مستقبل الطاقة الهيدروجينية في البلاد، التي يتنبأ بكونها تحمل مستقبلا كبيرا على صعيد التصنيع المحلي وعلى صعيد إمكانات التصدير، للاستفادة من مقدرات وصفت أنها تبلغ بحسب التقديرات أكثر من 4000 جيجاوات، منها 500 قابلة للتطوير.